معرض الأعراس، من خلاله هالمعرض يكون عم نقدم تسهيلات للشبيبة، خصوصا اليوم أكيد في ضغوطات يمكن للشباب أو حول الشباب موجودة، ممكن ضغوطات مادية معنا. بهالمعرض أكيد نحن عم نقدم لهم عرض خاص لحتى يكونوا عم يقدروا يختاروا كل الأشياء اللي بتخص العرس والتسهيلات اللي بتخص العرس بمكان واحد وبحسومات كتير كبيرة، ونساعد هالشبيبة لحتى كمان فعلا أسسوا بعدين بعد يتزوجوا ويأسسوا عائلة، وتكون هالعائلة هي نواة المجتمع أو نواة المجتمع اللي نحن عم نعيش فيه. أكيد هذا الهدف الأساسي من عمله، وبنفس الوقت إن شاء الله يكون هذا المعرض الأول ونتابع بمعارض لحتى بعدين يكون في تسهيلات أكبر لشبيبتنا بالمجتمع، وتكون فعلا هالشبيبة عم تحس انه هي عم ترجع تكون موجودة، عم تشعر بالأمان، عم تشعر بالطمأنينة بهالبلد اللي نحن موجودين فيه. غايتنا وهدفنا من هذا المعرض هو تخفيف العبء على الأشخاص والوافدين على الزواج. اليوم من خلال هذا المعرض أي شخصين بيجوا لعنا هن رح ياخذوا حسومات. هاي الحسومات هي مقدمتها كل شركة موجودة لمختصة بنوع معين من تجهيز العرس رح تقدمه للكوبل لحتى تساعدوا على تخفيف هذا العبء. طبعا نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري يلي بفضله خلانا نوصل لهي النقطة اللي نحن موجودين فيها، يلي خلانا نعمر الفرحة الكبيرة يلي نحن من خلاله قدرنا نفتح هذا المعرض لنرجع نحاول نزرع البسمة لنكملها مع انتصارات الجيش العربي السوري. هي فكرة كتير حلوة انه للعرسان للخاطبين يجوا يتفرجوا، في شغلات كتير حلوة انه بتعطيهم فكرة من بدايتها لنهايتها. أنا شاركت بالميك اب للعروس لنقدم شيء حلو لإلها، وفي حسومات لإلهم، وإن شاء الله منقدم شيء حلو وبينجح المعرض يا رب. شاركة مثل ما لك شايفة بشموع الأعراس، ونحن بنعمل نسبة لهاللي بده يشتري كميات، بس ما في رقم محدد. ومثل ما لك شايفة شمعات بس للأعراس، ونحن بنعمل لكل المناسبات. مشاركة بقسم السويتس بمعرض الأعراس باسم صفحتي طبعا، وبشغلي سان سويتس باي ناتالي. مثل ما شايفة أنا عاملة أفكار كتير للعرسان، سواء العريس وسواء العروس، يعني مو على طول حصة العروس موجودة، كمان عريسنا له حصة مثل ما بيقولوا. ففي أشكال الكوكيز والكيك والأوريو، الكيك بوبس، الكب كيك، المكارونز، هو الحلو الفرنسي، في أفكار كتيرة وكلياتها بتخدم العريس والعروس.